ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. سر منتزه ساحة النصب. في سجلات الاجتماعات التي انعقدت في مقر عمالة الرباط يستوقفنا اجتماع رأسه عامل المدينة في 18 من مايو من العام 85-900 ألف. حضر رئيس المجلس البلدي للرباط وعدد من أعضاء المجلس إلى جانب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ورئيس الأمن الإقليمي. ما ميز هذا الاجتماع أنه بحث مشروعا كبيرا سيقام في حي أجدال، حيث يعرض المجلس البلدي للرباط إقامة مركب إداري واجتماعي يضم مفوضية للشرطة ومستوصفا ومقاطعة حضرية ومنشآت تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وأخرى لوزارة المالية ومرافق أخرى. تقرر أن يقام هذا المشروع الكبير في المساحة التي يشغلها منتزه ساحة النصر. حينما عرضت الميزانية المرصودة لبناء هذا المركب للتصويت صادق عليها أعضاء المجلس البلدي للرباط بالإجماع. لم يكن ليغيب عن أحد من الأعضاء ما سيعود به هذا المشروع على حي أجدال والرباط، ولم يكن يخطر ببال أحد أن تعارض جهة ما هذا المشروع، ولكن ظهر من يعارض بناء هذا المركب، جمعية لحماية البيئة تأسست قبل أشهر أعلنت معارضتها، بل جعلت من الملف مطيتها في معركة ظاهرها الغيرة على البيئة والدفاع عنها وباطنها شيء آخر. ظهرت جمعية حماية البيئة بعد أن كانت صفقة بناء المركب قد رست على مقاولة مغربية كبرى طلب منها أن تبدأ في إنجاز المشروع. طبيعي أن تثير هذه المعارضة قلق السلطات المحلية في الرباط، خاصة وأن الجمعية انتقلت سريعا إلى الفعل الميداني، واعتصم عدد من أفراد مكتبها داخل منتزه ساحة النصر وصموا آذانهم عن كل ما قد يقنع بجدوى المشروع وأهميته. تمت الدعوة إلى اجتماع جديد، طلب العامل من الحضور مناقشة المسألة في عمقها وأبعادها المختلفة. قدم رئيس المجلس البلدي للرباط عرضا فصل فيه أهمية المشروع والمراحل التي قطعت في سبيل إنجازه، وطالب بتسخير القوة العمومية لإخلاء المكان وتمكين المقاولة الموكول إليها البناء من الشروع في العمل. الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، وهو الذي يؤول إليه الأمر بتسخير القوة العمومية، أبدى تحفظه، فاستعمال القوة يجب أن يسبقه بحث للشرطة. يعتبر الموقف إحالة للموضوع على رئيس الأمن الإقليمي الذي كان حاضرا، وطلب مهلة أسبوع لإعداد تقرير مفصل حول هذا الموضوع. انفض الاجتماع وتم الاتفاق على 28 من مايو موعدا للاجتماع المقبل. السلطات العمومية في الرباط تواجه تحديا حقيقيا. ما أن عاد رئيس الأمن الإقليمي إلى مكتبه حتى استدعى رئيس مصلحة الاستعلامات العامة التابع له وأمره أن يجري تحقيقا حول مشروع منتزه ساحة النصر وما إذا كان يسبب ضررا ما للسكان. لم ينسى أن يحدد مسارا ثانيا للتحقيق، أمر أن يتركز على تلك الجمعية الإيكولوجية التي تسعى إلى إجهاض المشروع. يجب أن تخرج إلى دائرة الضوء كل المعطيات التي تتعلق بأعضائها.
بدا رئيس الأمن الإقليمي وقد انخرط في سباق ضد الساعة، عليه أن يقدم تقريره خلال أسبوع، لقد وعد بذلك وعليه أن يكون في الموعد. بعد 3 أيام جاء رئيس مصلحة الاستعلامات العامة يحمل لرئيس الأمن الإقليمي تقريره حول الجمعية الإيكولوجية التي تعارض مشروع مركب منتزه ساحة النصر. جاء في التقرير أن الجمعية تأسست قبل 3 أشهر وأن مكتبها يضم مجموعة من المسنين من سكان الحي عدا رئيس الجمعية فإنه من السكان السابقين، ومع ذلك فإنه يبدو الأكثر حماسا في معارضة مشروع منتزه ساحة النصر. كان رئيس الأمن الإقليمي يجول بنظره في التقرير حين استوقفه اسم رئيس الجمعية رضوان الجيراني. كتب رئيس الاستعلامات العامة أن رضوان الجيراني نصب نفسه مدافعا عن مصالح الحي وأنه يحرك جماعة من المتقاعدين يتخذون من زاوية في منتزه ساحة النصر منتدا لهم يلتقون فيه كل يوم بعد صلاة العصر. رضوان الجيراني لم يكن اسما غريبا عن رئيس الأمن الإقليمي، ولكنه لا يذكر على وجه التدقيق أين صادفه، ولذلك طلب موافاته بكل المعلومات التي تخص هذا الرجل الذي يتحدى السلطات المحلية في الرباط. الذين خبروا دواليب الإدارة يصرون وهم صادقون على أن الورق لا ينسى ما يكتب عليه. صدق القول. في أرشيف الأمن الإقليمي بالرباط ما يكفي من المعلومات لمعرفة من يكون رضوان الجيراني. لقد كان رئيسا لقسم المالية في وزارة الدفاع الوطني. تذكر رئيس الأمن الإقليمي وكان يشغل وقتها منصب رئيس الدائرة 3 للشرطة بالرباط أن رضوان الجيراني تقدم لدى الدائرة ببلاغ حول تعرض ابن له للخطف. كان ذلك في العام 70-900 في 10 أبريل على وجه التحديد. أمر رئيس الأمن الإقليمي بإحضار الملف من الأرشيف. طوال تلك السنين الماضية لم يظهر أثر لولد رضوان الجيراني الذي تم الإبلاغ عن اختطافه. تحكي صفحات الملف أن رضوان الجيراني أبلغ عن تعرض ابنه القاصر عادل الجيراني للخطف أمام باب المدرسة، لا شيء آخر. كان رضوان الجيراني موظفا رفيعا في وزارة الدفاع الوطني، ولذلك فإن الموضوع أحيط باهتمام غير مسبوق. خلال الشهرين اللذين أعقب عملية الخطف التي تم الإبلاغ عنها، ظلت فرق من رجال الشرطة ترابط عند باب مدرسة عادل، ثم تم توسيع المراقبة إلى مختلف المدارس. رئيس الدائرة 3 للأمن في الرباط وهو الآن رئيس الأمن الإقليمي يتذكر أن كل الجهود التي قام بها للكشف عن مآل عادل الجيراني لم توفق، وأنه قرر أن يوسع دائرة التحقيق لتشمل والد الطفل المختطف رضوان الجيراني وأم الطفل زوجة الجيراني والمعلمين في مدرسته وخاصة معلمته والجيران. لم يأتي التحقيق بشيء يذكر إلا إصرار معلمة عادل على أن الفتى لم يحضر يوم اختفائه إلى المدرسة، تغيب عن الفترة الصباحية ولم يحضر في المساء. كانت سجلات الغياب حجة دامغة. يذكر عميد الشرطة أن رضوان الجيراني حال بينه وبين الوصول إلى أم الطفل المفقود. أبلغ الوكيل العام للملك الذي لم يمانع في إحضار زوجة الجيراني إلى مفوضية الشرطة لاستجوابها أو الانتقال إلى منزلها. تحرك العميد رفقة مجموعة من أعوان الأمن إلى المنزل، ولكن الزوج ادعى أن زوجته غير موجودة في البيت. في اليوم الموالي تلقى عميد الشرطة رئيس الدائرة 3 بالرباط مكالمة هاتفية من ديوان المدير العام للأمن، طلب منه الحضور. لم يتأخر، وما أن مثل أمامه حتى انهال عليه بوابل من التوبيخ واتهمه بالتطاول على موظف رفيع الرتبة في وزارة الدفاع. اكتفى العميد بالإصغاء، ولما عاد إلى دائرته قرر أن يرد بتقرير مكتوب يفسر فيه حيثيات تحركاته. ما أن وصل التقرير إلى مدير عام الأمن
حتى أصدر أمرا بتنقيل عميد الشرطة من الرباط إلى وجدة ودون أن توكل إليه مهمة. كان ردا صاعقا. حدث ذلك قبل سنين طويلة، ومنذ ذاك الحين فضل عمداء الأمن الذين تعاقبوا أن يجتنبوا ملف اختفاء عادل الجيراني. لم يعد أحد يسأل عنه، وطواه النسيان أو كاد. حاول العميد الإقليمي للأمن أن يكتشف رابطا ما بين اختفاء عادل الجيراني واستماتة الجمعية التي يرأسها والده في الاعتراض على مشروع منتزه ساحة النصر. رابط وحيد يبدو للوهلة الأولى، الشقة التي كانت تقطنها أسرة الجيراني كانت تطل عليه، فأسرة الجيراني لم تعد من سكان ذلك الحي منذ زمن. إصرار رضوان الجيراني على تصدر المدافعين عن ذلك الحي ومصالح سكانه من الأمور التي تبعث على التساؤل. يرأس الجيراني الجمعية التي رفعت شعار الدفاع عن البيئة للاعتراض على مشروع ساحة النصر، ينفق عليها من ماله الخاص ويلح على أعضائها من المتقاعدين في الحضور بعد كل صلاة عصر إلى الركن المعلوم في منتزه ساحة النصر. مع مرور الوقت صار ذلك الركن يشبه زاوية من الزوايا الدينية، يداوم المجتمعون بالمكان على قراءة القرآن وأذكار مختلفة، ولا يتفرقون إلا بعد صلاة المغرب. تزايدت شكوك العميد الإقليمي، تبدى رابط ممكن بين ذاك الركن من منتزه ساحة النصر واختفاء الطفل عادل الجيراني ذاك العاشر من أبريل من العام 70-900 وألف. قرر العميد أن ينصب فخا للجيراني، اختار فرقة من الشرطة القضائية وعهد إليها بمراقبة رضوان الجيراني وأصحابه، وما أن أبلغ أنهم حلوا بركنهم المألوف قصد هو إلى محل سكن الجيراني. طرق الباب، ولما فتحت الزوجة قدم نفسه أنه زميل سابق لرضوان، وأنه طلب منه أن يمر إلى هنا ليبلغها بأنه في انتظارها في الروضة. بعد دقائق غادرت المرأة البيت، استقلت سيارة أجرة وقصدت وسط المدينة. كانت سيارة للشرطة تقتفي أثرها. انتهت الرحلة إلى ساحة النصر. دخلت الحديقة، فوجئ زوجها بوجودها في المكان، وكانت الشرطة قد دست هناك عدة ميكروفونات لتسجيل الحديث الذي دار بين الجيران وزوجته. وفي لحظة أمر العميد الإقليمي بإطباق الفخ على الزوجين. اقتيدت الزوجة إلى سيارة الشرطة، هناك سألها ضابط عن سبب وجودها في الحديقة. قالت إن زوجها أرسل في طلبها زميلا سابقا له. كان العميد قد سجل الحديث الذي دار بينه والمرأة. شغل الضابط الشريط. زوجها طلب منها الالتحاق به في الروضة، لم يذكر عنوانا ولا قال الحديقة. طوقتها الأدلة والحجج فانهارت. دقت لحظة البوح والاعتراف. قبل 15 عاما، في 9 أبريل من العام 70-900 وألف، أي يوما واحدا قبل الإبلاغ عن اختفاء الطفل عادل، لم تتمكن من الاستيقاظ، كانت مريضة يومها. وكان على عادل أن يذهب إلى المدرسة. كان طفلا يعاني من التبول الليلي اللا إرادي. كان على والده يومها أن يتولى نظافته، فعل، ولكنه لم يتوقف عن توبيخ الفتى وضربه. سقط الطفل وارتطم رأسه بالأرض، بدا وقد أغمي عليه. نهضت الأم للمساعدة، حاولت أن توقفه ولكنه كان قد فارق الحياة. كذلك قالت الأم في اعترافاتها. أضافت: سعى رضوان إلى تهدئتها وإشراكها في البحث عن مخرج من الورطة. تم الاتفاق على دفن الطفل في الحديقة المجاورة. تم ذلك في الليل، وفي الصباح قصد الجيراني الدائرة الثالثة للشرطة ليبلغ عن عملية اختطاف مزعومة. كان رجال الشرطة قد أبقوا على رضوان الجيراني في مكانه. تم إدراج اعترافات زوجته في محضر وقعته، ثم اقتيدت إلى حيث زوجها. كان صامتا مطرقا. فاجأه عميد الأمن الإقليمي بسؤال: أهنا دفنت ابنك عادل؟
نظر الجيران إلى العميد، تذكره الآن. أمر العميد اثنين من فرقته بالشروع في الحفر. لم يكن له بد من الاعتراف. توقف الحفر إلى حين صدور إذن من النيابة العامة. نعم، هنا دفن رضوان الجيراني ابنه عادل الذي قتله خطأ. أخرج الملف، استكمل البحث ووضعت التقارير، وتمت إحالة رضوان الجيراني وزوجته على المحكمة بتهمة الضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. استفاد الجيراني وزوجته من تقادم القضية التي مر عليها أكثر من 5 سنوات. نجا الجيراني، ولكن شبح ولده القتيل ظل يلاحقه. ملفات بوليسية.